الحكومة تسلم البديل الاستراتيجي بداية دور الانعقاد المقبل، والنواب يؤكدون أهميته ويشككون في قدرة الحكومة على إخراجه بالشكل المناسب. مجلس الوزراء يعتمد قرارا بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون المحافظات، ويكلف وزارة الشباب بالتنسيق لتأمين آليات استفادة الشباب من صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة. باب الترشح لانتخابات الرئاسة السورية يفتح غدا، وإجراؤها داخل سوريا في 3 يونيو القادم. مفاوضات التسوية بين الفلسطينيين والصهاينة تتعثر مجددا، وعباس يهدد بحل السلطة في ظل مؤشرات على تقدم مسار المصالحة بين فتح وحماس. ظريف يطالب القوى الكبرى بالالتزام بتعهداتها تجاه بلاده حول الملف النووي، وطهران تعلن عن انجازات واختراعات عسكرية جديدة. الداخلية البحرينية تعلن هروب معتقلين 2 بالتزامن مع احكام بالسجن المؤبد على معارضين سياسيين، والمعارضة تؤكد على عدم وجود حوار حقيقي على الارض في ظل التصعيد الامني وتدهور الحريات. التفجيرات في العراق تطال جامعة تكريت بعد الكاظم، وقوات الامن تقتل عشرات المسلحين في الانبار. موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات، وبوتين يوقع مرسوما يعيد الاعتبار لتتار القرم، وآخر يسهل الجنسية للناطقين بالروسية. المزيد من الأخبار في نشرة 8:30.